السلام عليكم ورحمة الله. امتنان. وعليكم السلام. من وين تكلمين يا امتنان؟ من الرياض. ارحبي ألف يا بنتي. طيب السؤال، مستعدة للسؤال؟ ها؟ ايه ان شاء الله. السؤال يقول: الجزء الغني بالدهون في البيضة، قشور، البياض، جميع ما سبق، الصفار. الصفار. ما شاء الله. الصفار. كيف عرفتي؟ ساعدة. ها؟ ساعدة. من اللي ساعدك؟ من اللي علمك؟ أهلي. أهلي كلهم جاوبوا قالوا الصفار في وقت واحد؟ أنا ما سمعت شيء. أعطيني اسم اللي أعطاك المعلومة عشان نشوف من هو. أما كهو. أعطيني أبوك. أعطيني أبوك. أعطيني. وين؟ لا يشرد، خلي يجيني. هالو. أرحب ألف. يلا حيا. هلا. كيف حالك؟ بشرني عنك. الحمد لله. انت اعطيتني الان معلومه من المصدر عندك في البيت، تقول امها هي اللي اعطتها الاجابه، صحيح؟ والله الظاهر انها اقول ليش ليش ما تقر ان امها تفوقت عليك؟ علمني. لا انا توي داخل. لا يا شيخ. الله دامك معي على الخط، انت اللي تختار الشنطه. يلا، لان الاب له مكانته ولا هذا، والام ايضا، والدور كله طيب تكامل. طيب اعطنا شنطه. هذا وش اقترح انت؟ اقترح. والله لا تضعني في موقف محرج، انا صراحه ما ودي اقترح. ترى اول مكالمه يعني، دامك توك داخل ان شاء الله ان الامور طيبه. يعني ما ادري ايش رايك انت. اشر اشر اشر. ها كذا حركت صراحة من الله، ما عاد بقى الا انسدح عند الشنطة. الله اكبر. ثلاثة. يلا ايش اخترت؟ ثلاثة. هذا 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 الاب، هذا الاب النبيه اللي يجيبها وهي طايرة، يقلبها ويمسكها ثم ينوطها ويجيبها مضبوط. نعم نعم. انا اشهد انك كفو. ما شاء الله عليك. الام اعطت الاجابة والاب حافظ الاختيار الصحيح. الله يبيض وجهك. انا سعيد باتصالك وشكرا لك يا تاج راسي. شكرا لك.